وفي إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، وكذلك استمرارا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد وصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه، وقد أسفرت جهود الوزارة خلال شهر عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار شهر. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية. ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 30,329 قضية تموينية متنوعة، إضافة إلى ضبط 7,892 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات 47,261 أرجيلة، وغلق 30,068 محلاً مخالفاً لقرار مواعيد الغلق. كما تم ضبط عدد 279,007 أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال شهر عن ضبط 41,104 قضية تموينية متنوعة، من بينها 725 قضية بيع اسطوانات غاز في السوق السوداء، وضبط 130 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 20 طن و3 ملايين و146,635 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 353 قضية بيع سلع تموينية مدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات بلغت 252 طن و158 كيلو سلع غذائية وتموينية متنوعة، وضبط 75 قضية استيلاء على أموال الدعم بمضبوطات بلغت 44 طن و524 كيلو سلع مدعمة متنوعة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 839,613 مخالفة مرورية متنوعة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 17,758 من قائدي المركبات بالطرق، تبين إيجابية 988 منهم. كما تم المرور على 660 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3,918 من سائقي حافلات المدارس، تبين إيجابية 17 سائقا منهم. كما تم فحص 3,205 مركبة وتبين مخالفة 148 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية. وفي مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية، تم رفع 1125 سيارة و298 دراجة نارية. وفي مجال ضبط مخالفات قائدي المركبات النارية، تم ضبط 107,810 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 359,533 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 304,127,113 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال شهر 957 قضية، من بينها 486 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت
733,478 وحدة فنية، كما تم ضبط 471 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت 131,439 مطبوعا تعليميا وأغلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. وفي مجال قضايا الأموال العامة، تمكنت أجهزة الوزارة خلال شهر من ضبط 115 قضية في مجال الأموال العامة بقيمة مالية بلغت 469,635,471 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 9066 قضية في مجال التهرب الضريبي بقيمة مالية بلغت أكثر من 17,750,963,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 21,513,980 جنيها.